Да. حملة تطوعية لشباب باش يجمعوا النفايات تاع المنازل في ظل الإضراب اللي تقوم به البلدية. أنا قاعد نشوفه هذايا أحد المقيمين في العربية السعودية عبد الله سخر سيارته باش ينقل النفايات تاع الحومة نتاعو، على الأقل يحاول يقدم حاجة. حتى من الأطفال الصغار قاعد نشوفه، الناس كل مع بعضها تصور غد. بسم الله الرحمن الرحيم. نازل من شباب مكياس مدينة باعدين درنا على شارع 7 نوفمبر سابقا ولم يقع تغييره. شو عملتوا بالضبط؟ عملنا دور على الأحياء، لمينا الزبلة كانت متراكمة بسبب تعطل عوان البلدية الذين انطلقوا في إضراب من يوم الاثنين. كانت بادرة من الأخ عبد الله المشاري عبد الله عليبي والاخ معز، بادرنا بحمله نظافه بالشارع نتاعنا، ونحبوا نوصلوا معلومه ميساج للشباب الباقيين من كل حومه يتلموا الشباب ويعملوا كان تنظيف مش تنظيف حاب لا والتنظيف من المصل زاد مش قضيه، وكل واحد
وصلوا معهم داون. هذه بيضه نوصلوها للشباب المكنيسي، نحن نحب كل شاب يعمل على منوالنا ينظف حومته هكا ينظف حومته وتولي حومه جميله. والسلام، الحمد لله.